لقد علقت شظية في كف بيلي. يبدو أنها من إحدى مكعباتها. أو سوف أزيلها بسرعة هزك لذيلك مرتين. أها، وجدت الملقط. الملقط؟ اطمئني بيلي، إزالة الشظية يشبه الوغزة البسيطة، تكاد لا تكون مؤلمة. مؤلمة؟ كل ما أحتاج إليه هو محلول منظف وملصق. اتبعيني إلى عيادتي التي لم تنتهي بعد. لا تقلقي أيتها الطبيبة، سوف ننهي البناء سريعاً. رائع، ستكونين بخير حتى ينتهي الفريق، وستتوفر معداتي لأزيل الشظية. يا فريق، انتهى الغداء. تقريباً. الآن انتهى الغداء. كلما أسرعنا في إنهاء البناء، أسرعت الطبيبة باركلي في إزالة هذه الشظية. لا بناء، لا ملقط. لا بناء، لا ملقط. لا بناء. لونا، لنرى التصاميم حتى نعرف ما المطلوب. إنها هناك. التصاميم تبتسم لي. هذا فيني، إنه يأتي دائماً بأكثر الأفكار جنوناً. انتهينا. نعم انتهينا، ولكن ما هذا؟ لم أرى عيادة طبيب كهذه من قبل. حسناً، أنا أحببتها. صحيح، أنا كنت أحبها. أنا لا أفهم، اتبعنا تصاميمك بالضبط. مهلاً، لحظة، تصاميمي مغطاة بالألوان، وأنا أعرف من يحب أقلام التلوين. أنا قد قصدت بيلي. ربما ظنت تصميمات كتاب تلوين لذا رسمت فوقها. لا بأس يا بيلي، نعلم أن الأمر صدفة، فلتطمئني، سنعيد بناء عيادة الطبيبة. البناء؟ عندها ستزيل الطبيبة الشظية. لا بناء، لا ملقط. حسناً فريق، أعدت رسم التصاميم. الآن حان وقت العمل. سمعت ما قاله، فلتمسكوا بأدواتكم. ماذا؟ مثقابك مليء بالفقاعات اليوم يا فيني. وأنا مفكي مرن، ومطرقتي صوتها مضحك. شريط القياس يتحدث لي. أنا أحب القياس. ليست أدواتنا، استبدلها أحد ما بألعاب. أعرف هذه الألعاب، هذه ألعاب بيلي. بيلي؟ هل خبأت أدواتنا؟ آسفة. لكن لما؟ لا بناء، لا ملقط. يبدو أنها خائفة من إزالة الشظية. أفهمك، وأنا بعمرك كنت أخاف زيارة الطبيب أيضاً، وأخاف من البروكلي ووقت النوم واللون البرتقالي. ولكن تغير الأمر، لا يوجد سبب للقلق. نعم، الطبيبة باركلي مرحة، إنها تلقي أفضل النكات. الطبيبة باركلي مرحة. لونا، أوحى لي هذا بفكرة مذهلة. إن جعلنا عيادة الطبيبة باركلي مرحة مثلها، فربما يقل خوف بيلي. تانك، املأ بركة الكرات باستخدام شاحنتك. أنا جاهز. سأرفع الزلاقة لمكانها برافعتي. لونا، أريدك أن تثبتيها بمثقابك. هذا رائع. روكسي، استخدمي فوهة الطلاء لإضافة الألوان. لنفعل هذا. حسناً يا فريق، فلنبدأ.